بدأت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحملة تصحيح لعدد من الممارسات الضارة بالبحر والمؤثرة على الثروة البحرية، حيث أطلقت الوكالة حملة جديدة لتنظيم المصائد السمكية الحظور بحيث يجرى صرف التراخيص بشكل محدد بما يحفظ حق مالك الحظر من جهة ويصون البيئة البحرية من جهة أخرى، وذلك من خلال مراعاة موقع الحظر وحدودها بشكل خاص. هذا وقد أدى انتشار المصائد السمكية الحظور بطريقة عشوائية إلى الإضرار بالبيئة البحرية بشكل كبير وإعاقة حركة مرتادي البحر في الممرات المائية والتأثير سلبا على المخزون السمكي وتضرر السفن. وقد اتخذت الوكالة إجراءات عدة قبل البدء بإزالة الحظور، حيث يتم وضع إشعار على الحظور غير المرخصة تدعوها لمراجعة الإدارة المخصصة لتسوية أوضاعهم وفقا للقانون، وفي حال عدم الاستجابة تتم الإزالة ضمن إجراءات محددة تحددها الجهات المختصة. هذا وتقوم وكالة الزراعة والثروة البحرية بتكثيف الرقابة والحملات التوعوية من خلال توجيه رسائل مهمة تحث على الالتزام بقوانين الصيد. قرار إزالة الحظور العشوائية جاء من ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم فيها إدارة الثروة البحرية من أجل حماية البحر ومرتادي البحر. طبعا هذه الحظور كانت تسبب خطر على الصيادين وتؤثر على سلامة الملاحة البحرية، وأيضا هي كانت تؤثر على المخازين السمكية خاصة في صيد يرقات الأسماك. واليوم هذا القرار إن شاء الله وعلى مدى إن شاء الله بعيد راح يهدف لإنعاش الثروة السمكية، والذي راح يضيف أيضا للمخزون السمكي بوفرة إن شاء الله. فلو تلاحظون إخواني، هذه اليوم ابتدينا احنا في إزالة الحظور العشوائية والمخالفة واللي تهدد للأسف سلامة الملاحة للصيادين سواء كانوا محترفين أو هو. الإدارة قامت بسلسلة من الإجراءات قبل هذه العملية، أشعرنا أصحاب الحظور وحلينا لها عليها إشعارات رسمية، ومن بعدها خذنا الإجراءات اللازمة في إزالتها. طبعا هذه كلها جاء من ضمن سلسلة من الإجراءات اللي قامت فيها الثروة البحرية في تنظيم قطاع الصيد بشكل عام.